بنت نور مثل عبده لا عبده وكفى تشوميلا شوميلا شوميلا يا الشوط الرئيسي الأول الله حيو مطلوب حيو حيو مطلوب حيو حيو العطية حيو مطلوب العطية محمد بن خالد بن عبد الله العطية الكبار ومع الكبار هذا هو المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية عمر بن عبد العزيز بن خالد العطية تستاهل فوز بديع بشوط الإنتاج القعدان ومطلوب بالشوط الرئيسي المفتوح تستاهل خير يا ممريك وميس اليوم في الفترة الصباحية والفترة المسائية واحتكرت الشوط القعدان تستاهلوا الحمد لله توفيق رب العالمين هذا أول شيء كله منتاج شخصي وبدلنا المجهود من أول الموسم والحمد لله كما تشوف السبق في القعدان والبكار كل شيء وش سلالة بديع اللي سبق الشوط الأول الانتاج أبوه بديع عندنا وأمه من الانتاج مشاركاته قبل اليوم طول عمر جاي ثاني على الرمز عقب انتاج الفحص وجاء ثالث على الموتر بارك الله وكذلك مطلوب اللي خذ الشوط الشوط مفتوح الليل الله يخوك البير جاته احكام صحيه من يوم الحقائق اللي هو مطلوب وكما تشوف الحين هذا السياره بقوا جداره لحق من ورا ما شاء الله تبارك الله كيف كان اعصابك اليوم في الشوط والله ما ادري ايش اقول لك لا توصف انا اشهد كنت متوتر متوتر على مطلوب شوط قوي انا اشد انه قوي شوط قوي كان في ضغط قاعدان ضغط قوي والبير لحق وانضغط من ورا وش سلالته مطلوب ابوه الفايز بالجزر معروف بكل الانتاج وامها بنت الجذاب هذا الفوز انه مسلم تهدي اهديه لابوي عبد العزيز بن خالد عبد الله العطيه والى محمد بن خالد عبد الله العطيه والى احمد الجنيبي مساعدنا انه ده ولكل ما يرشح شعر عبد العزيز بن خالد عبد الله العطيه بيض الله وجهك يا عمر رجعنا مسدام شكرا جزيلا لكم وفق وجهك نبدا شفت نور مثل عبده لا عبده وكفعت شوميلا شوميلا شوميلا